اوه زمان عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخباركم شباب؟ بشرني عنكم، عساكم بخير. عبد الرحمن نيكست فيدريك، رجعنا لكم او رجعت لكم انا بالحالي. وش رجعنا لكم؟ جيتكم في كومنتري حلو حليوة، ذابح فيه 70 120 ورا ما ادري 70 او اكثر، 74 على ما اظن. الزبد كان ضد واحد مستقيت لي، عركت عليه شوي وزبنت، لكن الجيم خرافي. واعذروني على القطعة الطويلة اللي جت، يعني نص رمضان سحب عليكم، بعدين العيد كمان سحب عليكم، والحين حنا ب 11 شوال قاعد اسجل هذا المقطع. والحمد لله الجيم هذا داس، تجربت فيه تريبل ريس، وبس هذا اللي كان عندي اليوم. حبيت اعتذر، واكتبوا لي ايش تبغون في التحدي الجاي، التحدي الجاي والمقطع الجاي، واكتبوا لي تحديات اسويها هنا في كود. بسوي سلسله تحدياتكم اللي هي في كود، تحداني اي شيء. طبعا الحين اقدر اسويها، عرفت كيف الطريقه، خلاص قصدي التسجيل عشان لا يقول يقفين، عرفت طريقه التسجيل. هنا صرت الفيديو عشان الكامبر الاصليه اللي جت، وخلاص اترككم مع الجيم. كان معكم عبد الرحمن او نيكس سيدريك، في امان الله. صوم للكون احلى الصور، فانا تطيب لنا بالحياه، وفينا ضعيف الجناح انكسر، نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. وطفل فقير طواه الأسى، ينام وفي مقلتيه الضجر، سنمساح عن كل جرح دماء، ونمضي بما ربنا قد أمر. وطفل فقير طواه الأسى، سنمساح عن كل جرح دماء، ونمضي بما ربنا قد أمر، ونوديع في الأرض بدر النما، ليوريق أجرا بهي الثمار. إذا المرء يدرك سر العطاء، لأنفاق في المدى والعمر. ونوديع في الأرض بذر النما، ليوريق أجرا بهي الثمار. إذا المرء يدرك سر
كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا ذي الحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا ذي الحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. طفل فقير طواه الأسى.